شكرا يزيد الجهني، وشكرا لكافة المعلقين الذين سبقوني بالتعليق. إذا متابعين الكرام، مشاهدين الأفاضل، أحييكم من جديد ضمن هذه الانطلاقات بالفترة الصباحية في منافسات وتحديات سن الإجذاع وسن الإمتاع. وصلنا وإياكم إلى الشوط العاشر في هذا الصباح وفي هذا المهرجان، في مهرجان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. تتواصل المتعة وتتواصل الإثارة من قبل هذه الشعارات المتواجدة على أرضية هذا الميدان، ميدان الجنادرية، درة الميادين الخليجية في الرياض، في المملكة العربية السعودية، في هذا المحتفل وفي هذا المهرجان الغالي والكبير الذي نرى به الاجتماع الأخوي في رياضة الهجن العربية الأصيلة، حيث نتابع وإياكم ونراقب متعة جديدة تحمل الجذاع القعدان والستة كيلومترات، هي الاختبار لهذه الأسماء ولهذه الشعارات. نراقب وإياكم. أبدأ مع المركز الأول لأرى جلمود يتقدم مع المركز الأول، سلمان بن عبيد بن سلمان آل تميم الدوسري يتقدم مع المركز الأول ليقدم لنا انطلاق جلمود، بينما الحضور والتقدم من المركز الثاني الوصول من مبخوت بن صالح بن ناصر الكربي يقدم وبران القادم مع المركز الثاني، بينما الدور دور المركز الثالث، الحضور والتقدم والانطلاق من شعار صلاح بن محمد بن حمود العديني يقدم لنا شاهين مع المركز الثالث بالفعل، بينما القدوم والتقدم من المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات ليقدم لنا مغادر صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري يقدم لنا انطلاقة شعاره وتواجد مغادر مع المركز الرابع. الدور دور المركز الخامس والقدوم من شعار الفايز، من يتقدم في هذه اللحظات؟ محمد بن حمد بن محمد المري يتقدم مع المركز الخامس ليقدم لنا الفائز في هذه اللحظات. الدور دور المركز السادس، هنا شعار ماجد بن محمد بن حمد المري يقدم لنا مشكور المنطلق والمتواجد أيضا مع المركز السادس. المركز السابع القادم من الجانب الأيمن يتسلل رويدا رويدا من أجل الفوز والانتصار، يصل مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري ليقدم لنا الواصل القادم من المركز السابع، بينما الدور دور المركز الثامن يا اخواني لكي نرى الحاضر في هذه اللحظات، مسلم بن دحام بن مسلم بن عبد الله المزروعي يقدم لنا فريد مع المركز الثامن. المركز التاسع هنا سعيد بن خلفان بن حسين الهاملي يقدم لنا وضاح القادم مع المركز التاسع بالفعل، بينما العاشر والذي أختتم به النداء الأول لهذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط لكي أرى شعار بن خزينة، هنا حمد بن محمد بن سالم بن خزينة المري يقدم لنا بشار مع المركز العاشر بالفعل. هكذا العشرة النجوم الحاضرين المتقدمين الذين سوف يظفرون بجوائز قيمة من المركز الأول وحتى المركز العاشر في هذا المهرجان الكبير الذي رصدت له جوائز مليونية
القيمة من أجل هذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة، وبأفضل المهرجانات وبأغلى المهرجانات يا إخواني، مهرجان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. نعم فرحون بهذا المهرجان، نعم نبحث عن النقطة الغالية في هذا المهرجان الغالي الغالي على قلوب الجميع، العودة إلى مجريات هذا الشوط وإلى المنافسة الدائرة الكوكبة الحاضرة من قبل هذه الشعارات المتواجدة، العودة إلى المركز الأول، إلى البداية، إلى الصدارة. من يتقدم في هذه اللحظات، من ينطلق مع المركز الأول، وبران يتسلل مع الصدارة، يتقدم بشعار مبخوت بن صالح بن ناصر الكربي، يقدم لنا شعاره مع وبران. بينما القدوم والتسلل والوصول، أول نداء لمبلش وشعار فهيد بن طالب بن علي آل فهيده المري، يقدم لنا شعاره، يتقدم بالكادر العلوي مع المركز الأول، ليقدم لنا مبلش في هذه اللحظات بشعار فهيد. هنا بن طالب بن علي آل فهيده المري، بينما وبران يتقدم مع المركز الثاني بشعار الكربي، يتقدم في هذه اللحظات مبخوت بن صالح بن ناصر الكربي، يقدم وبران المركز الثالث يا اخواني. الحضور من سلطان بن علي بن عمر بن هلال الظاهري، يقدم لنا شاهين القادم مع المركز الثالث. الحضور من المركز الرابع مسلم بن دحام بن مسلم المزروعي، يقدم لنا فريد القادم مع المركز الرابع. المركز الخامس الفائز الذي يبحث عن الفوز، يبحث عن الانتصار بشعار محمد بن حمد بن محمد المري، يتواجد مع المركز الخامس. وأرى الكوكبة الحاضرة من الشعارات التي تقترب من أجل النوماس الغالية، العودة إلى المركز الأول إلى وبران. من يتصدر هذا الموقف بشعار الكربي، وأرى الأسماء وأرى الشعارات الذي تقترب مع لوحة الكيلومتر الأخير. تسلل مبلش، تقدم مبلش مع المركز الأول بشعار المري، والظاهري مع المركز الثاني، المركز الثالث يتواجد وضاح وبن جبران يتقدم في هذه اللحظات، والعطوي يتقدم مع بدران. الكوكبة الحاضرة من أجل النوماس الغالية، من أجل الانتصار الثمين. مبلش مع المركز الأول، بدران عودة بن سالم بن عودة العطوي، يتسلل بدران، يتسلل لون أبناء تبوك الورد. بن جبران يبحث عن النقاط ليتقدم مع المركز الثالث، ولكن روح بدران، روح بدران، غادر بدران. ولكن القدوم من عالية وشعار بخيت بن محمد بن بخيت الجربوع المري، بدران بدران، والقادم عالي عالي وبدران، آخر الأمتار النهائية عالي بدران بدران عالي. لمن الانتصار؟ لمن النوماس يا إخواني؟ عالي هنا، عالي عالي عالي، يحقق الانتصار بخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري. إذن تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني هنا شعار بدران، من تواجد مع المركز الثاني عودة بن سالم بن عودة العطوي، المركز الثالث
المركز الثالث بالإعادة إفادة للخمسة المراكز الأولى. إذا تهانينا وألف مبروك لمالك عالي من أتى بالأمتار الأخيرة واستطاع أن يخطف النوماس والانتصار بشعار بخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري. نرى توقيته عالي وقاطع مسافة 6 كيلومترات وتوقيته الزمني هكذا. لحظة وصول عالي إلى خط النهاية معلنا الفوز والانتصار، وكان توقيته عالي 9:27. هكذا توقيته عالي هنا 9:27 98 جزءا من الثانية. المركز الثاني بدران وبشعار عودة بن سالم بن عودة العطوي 9:28 8 أجزاء من الثانية. المركز الثالث راهي وشعاري جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري 9:29 95 جزءا من الثانية. المركز الرابع بشار هنا حمد بن محمد بن سالم بن خزينة المري. والمركز الخامس وضاح سعيد بن خلفان بن حسين الهاملي. هكذا نتيجة الشوط الماضي، وهكذا كانت المتعة والإثارة حاضرة مع عالي من اختطف النوماس والانتصار. إذا متابعين الكرام أشواطنا مستمرة وللمتعة بقية، والزميل محمد المري. تقرب البدا تحت هدب النجايب تنطوي طويا الورق لمن تتنى فوقها اللي ما يهابون المصايب والسباع تحوفهم منا ومنا تقرب.